تواصل الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودها لدعم القضية الفلسطينية وذلك في إطار موقف مصري واضح تجاه القضية التي حملتها القاهرة على عاتقها وذلك منذ عام 1948. وشددت مصر مرارا على أن حل القضية الفلسطينية يرتكز على محاور عدة أساسها يكمن في حل الدولتين وفي إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1947. عاصمتها القدس الشرقية المزيد مع مصطفى ميزار أهلا بكم دعم غير محدود وإيمان راسخ على مدار عقود موقف مصري واضح تجاه القضية الفلسطينية التي حملتها القاهرة على عاتقها منذ عام 1948 هو موقف لم ولن يهتز يوما او يتغير حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كافه حقوقه. القاهره حرصت دوما على التاكيد على مقاربتها الوطنيه لحل القضيه الفلسطينيه والتي ترتكز على محاور عده اساسها ان حل القضيه الفلسطينيه يكمن في انفاذ حل الدولتين واقامه دوله فلسطينيه مستقله على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه. بالتوازي رفضت مصر الاجراءات احاديه الجانب التي تعوق اقامه الدوله الفلسطينيه كالاستيطان والاجراءات التي تتخذها اسرائيل في القدس فضلا عن دعمها الحقوق العادله للشعب الفلسطيني وعلى راسها حق العوده وبصفتها اكبر دوله عربيه وقوه اقليميه فاعله كانت لرؤسائها ومسؤوليها مواقف واضحه وثابته في المحافل وفي المؤتمرات الاقليميه والدوليه لدعم القضيه. في سبتمبر من عام 1993 شاركت مصر بتوقيع اتفاق اسلو الذي توصل اليه الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي وتوالت جهودها حتى اتمام توقيع بروتوكول القاهره اغسطس عام 1995 الذي تضمن نقل عدد من الصلاحيات للسلطه الفلسطينيه. مع انطلاق الألفية الجديدة طرحت مصر مبادرة لوقف العنف واستئناف المفاوضات في مارس من عام 2001، ثم اقترحت في يونيو من عام 2022 إعلان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما أكده مجلس الأمن الدولي. كانت لمصر جهود في إقرار خارطة الطريق. تبنتها اللجنة الرباعية والتي أيدت وثيقة جنيف في ديسمبر من عام 2003 تنص على انسحاب إسرائيل من معظم الأراضي التي احتلتها عام 1967 أشرفت على الانسحاب الإسرائيلي من غزة في عام 2006 عقب التوغل البري للقوات الإسرائيلية في القطاع ومن ثم الإشراف على صفقة جلعات شليط عام 2011 مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو من عام 2014، ظلت القضيه الفلسطينيه قضيه محوريه لمصر، فبذلت القاهره العديد من الجهود لوقف اطلاق النار، لتجنب المزيد من العنف، وحقن دماء المدنيين الابرياء من ابناء الشعب الفلسطيني. وتداخلت مصر بشكل دائم ومستمر مع كافه القضايا الخاصه بالملف الفلسطيني، على راسها ملف المصالحه. وأشرفت كذلك على توقيع الفصائل الفلسطينية على اتفاق إنهاء الانقسام في عام 2017 إيمانا منها بضرورة ترتيب أوراق البيت الفلسطيني أولا من الداخل. في عام 2021 نجحت مصر في إحلال الهدنة ووقف إطلاق النار غير المشروط بقطاع غزه بعد العدوان الاسرائيلي الغاشم عليها، كما رصدت ميزانيه قياسيه بلغت نصف مليار دولار لاعاده اعمار القطاع. عقب عدوان مايو عام 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل المرضى والحالات الحرجه للعلاج بالقاهره. كما ارسل الهلال الاحمر المصري مواد اغاثيه ومستلزمات طبيه الى القطاع تم تجهيزه ثلاث مستشفيات لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزه عبر ميناء رفح البري. الجهود المصريه المخلصه ظهرت جليه وبشكل اكبر خلال العدوان الاسرائيلي الغاشم منذ السابع من اكتوبر بتفعيل تحركات انيه في عده اتجاهات سياسيه ودبلوماسيه واغاثيه لمحاوله تقويض هذه التداعيات. وتقليل تاثيراتها قدر المستطاع في اطار موقفها الثابت والراسخ من القضيه الفلسطينيه قضيه العرب الاولى قضيه لن تتردد مصر في حمايتها واداء واجبها تجاه الاشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعه وتقرير مصيرهم مهما طال الزمن وتعددت اشكال الاحتلال